مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي يؤكد استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة. ارتفاع دين تركيا الخارجي في أقل من عام ليصل إلى 169.5 مليار دولار. اليابان تدرس تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا على التجمعات والأحداث العامة. الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. وبداية هذه النشرة مع زميلتي إيمان الحويزي، إليك إيمان. شكراً لك دعاء، ومشاهدينا الكرام أهلاً بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني المشكل من السادة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة والسادة وزراء الخارجية والمالية والداخلية والسادة قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات الجوية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بحضور السيد أمين عام المجلس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن. وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، أهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، وأخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد. أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبد الله تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية والتي كانت مقررة اليوم بعد دخول الملك سلمان للمستشفى.
قال الأمير فيصل على تويتر إنه إدراك لأهمية هذه الزيارة والرغبة في نجاحها قررت القيادة السعودية بالتنسيق مع الأشقاء في العراق تأجيل الزيارة. من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن العلاقات السعودية العراقية شهدت نموا في جميع المجالات، مشيرا إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقة الاستراتيجية. وفي تغريدة له على تويتر أعرب الجبير عن تطلعه لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة في القريب العاجل. كان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بيانا أكد فيه أن الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى بعض الفحوصات الطبية. وقال البيان أن الملك سلمان أدخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التشريعية في سوريا أنه ستتم إعادة الانتخابات والفرز في 5 مراكز انتخابية، وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل صندوق مع بيانات السجل. من جانبه أوضح عضو اللجنة نوري الفارس أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عند انتهاء جميع المراكز الانتخابية الموزعة بكل المحافظات من عملية الفرز وتدقيق السجلات وتنظيم المحاضر، لافتا إلى أن هناك محافظات أنهت عملية الفرز وأخرى لا تزال تعمل بها. أصيب مدنيا سوريا جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذائف الهاون على حي المحطة بمدينة القمشلي، كما أسفر القصف كذلك عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات والبنية التحتية. يأتي هذا استمرارا لاستهداف القوات التركية بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات السورية الواقع على الحدود مع تركيا. تعيش تونس على صفيح ساخن بسبب الأزمات التي تحيط بالبلاد، إذ تعاني من اقتصاد منهك بالديون والعجز وأزمة سياسية على وقع ممارسات تنظيم الإخوان ممثلا في حركة النهضة، وأزمة أمنية تمثلها تسلل المرتزقة والإرهابيين عبر حدودها مع ليبيا. المزيد في سياق التقرير التالي. تحيط الأزمات بتونس من كل حدب وصوب، ويعمق هوتها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي المتسترين في رداء حركة النهضة. على صفيح ساخن تعيش تونس ما بين أزمة اقتصادية طاحنة إلى أزمة سياسية تعمقها استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ ومطالب كتل برلمانية بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى أزمة أمنية على حدودها مع ليبيا حذر من مخاطرها وزير الدفاع عماد الحصقي. الرئيس التونسي قيس سعيد حدد الخميس المقبل موعدا نهائيا أمام الأحزاب والكتل النيابية لتقديم مقترحاتها حول مرشحها لتشكيل الحكومة القادمة بعد استقالة الفخفاخ، وسط توقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي، فيما تواصل عدة كتل برلمانية إجراءات سحب الثقة من الغنوشي بسبب ما اعتبروها تجاوزات ارتكبها في إدارة البرلمان، وسط استمرار اعتصام الحزب الدستوري الحر داخل جلسات البرلمان، وهي التطورات التي ترجح ذهاب تونس إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز الوضع المحتقن على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي المنهك الذي زادت تداعيات فيروس كورونا من تأثيراتها السلبية عليه وأدت إلى زيادة عجز الموازنة وارتفاع الديون وانكماش الناتج المحلي وتدني النمو. وكانت الحكومة المستقيلة تسعى لمواجهة هذا الوضع عبر خطة إنقاذ لم يكتب لها النور. ووسط هذا تشهد تونس تهديدات أمنية على حدودها مع ليبيا التي اعتبر وزير الدفاع عماد الحصقي أن الحرب الدائرة هناك والتدفق الكبير للمرتزقة والسلاح يمثل خطرا كبيرا على تونس ويدفع البلاد إلى مضاعفة الحذر والحيطة بنشر قوات الجيش على طول الحدود التي يسمح لها القانون باستعمال كل الوسائل من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر. أبدى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصميما على استرجاع الأموال المنهوبة، وأضاف أن محاربة الفساد واجب والتزام قدمه أمام الشعب.
أضاف تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية أن الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة وما نجم عنها من تبديد للأموال لن تتكرر مجددا، ولفت إلى أن المال الفاسد تغول وأصبح يتحكم في تعيين المحافظين والمسؤولين، كما شدد على ضرورة الفصل بين المال والسلطة. في 20 من يوليو عام 1961 انضمت الكويت لجامعة الدول العربية بعد مرور 31 يوما على الاستقلال، وحرصت الكويت على الالتحام مع الكيان العربي منذ اللحظات الأولى من استقلالها. طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بإقرار دستور جديد للبلاد، حيث أكد زعيم الحزب أن التحول إلى نظام الحكم الرئاسي منح سلطات مطلقة لأردوغان، فيما وصف حزب الخير التركي سياسات تركيا بأنها ناجمة عن يأس سياسي يضرب حزب أردوغان، وذلك على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات. التفرد بالسلطة وتجاهل سيادة القانون ومحاربة الحرية، كلها اتهامات وجهتها المعارضة التركية إلى نظام أردوغان. زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال جلجدار أغلو دعا إلى اعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، وطالب في مقال بتشريع قوانين تحدد الحرية والشفافية والمساءلة وسيادة القانون كمبدأ أساسي، ويركز على الديمقراطية البرلمانية التي تنظم الانتخابات على أساس التمثيل الأكثر شمولية. واعتبر كليكدار أغلو أن التحول إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2017 أدى إلى إلغاء الضوابط والتوازنات الديمقراطية وأضعف استقلال البرلمان والقضاء في مواجهة سلطة أردوغان المطلقة. من جهته قال حزب الخير التركي المعارض إن السياسات التي يتبعها نظام أردوغان تتبع ما يعانيه من يأس سياسي نتيجة تهاوي شعبيته بشكل كبير. وقال رئيس سياسات التنمية بالحزب إسماعيل طاطلي أوغلو لصحيفة جمهوريت إن بلاده دخلت في حالة من الفقر وتعيش أسوأ 5 سنوات في تاريخ اقتصادها، وحتى شركاء الحزب الحاكم في نظام أردوغان لم يخرجوا عن دائرة التهميش، حيث انتقد نائب عن حزب الحركة القومية التجاهل الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهم. وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني وجه البرلماني عن حزب الحركة القومية جمال يورت تساؤلات إلى نواب ووزراء العدالة والتنمية عن تجاهل هؤلاء لأعضاء حزب الحركة القومية رغم التحالف بين الحزبين المستمر منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018. وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها،
أسفرت عن تردي الأوضاع كافة وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة، وهي التطورات التي دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه. وأدى هذا التدهور إلى صدمات داخل الحزب الحاكم تسبب عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم والاتجاه لتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام. ارتفع دين تركيا الخارجي المستحق في أقل من عام إلى نحو 5 مليارات دولار، ليصل خلال مايو الماضي إلى 169 مليارا و500 مليون دولار. وقال البنك المركزي التركي إن ديون القطاع العام شكلت 23.2% من الإجمالي، كما تمثل ديون البنك المركزي 11.4%، والقطاع الخاص بنحو 65%. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد ربيع الديهي، الباحث في الشؤون التركية. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك معنا على شاشة أكسترا نيوز. دعني أبدأ معك من خبر المعارضة الخاص بالمطالبة بإقرار دستور جديد والاعتراض على النظام الرئاسي وما يقوم به أردوغان خلال التعديلات أو بعض التعديلات الدستورية التي أجراها. إلى أي درجة من الممكن أن يتم هذا بالفعل في تركيا وتتم الاستجابة لأحزاب المعارضة؟ اولا تحياتي لحضرتك يا استاذ ايمان وللساده المشاهدين. في الواقع يعني هذا الطرح ربما يلقى قبولا ورجوا كبيرا لدى الشارع التركي، ولكن تبقى هنا النقطه الاهم هي موافقه البرلمان التركي على هذا الطرح، خاصه ان ما زال الحزب الحاكم في تركيا يملك الاغلبيه البرلمانيه من خلال التحالف الموجود حاليا. ايضا يمكننا الحديث هنا حول ان طرح فكره التحول او العوده مره اخرى الى دستور برلماني يحدد الاطر الديمقراطيه في تركيا هو ربما يواجه نوع من العنف في ظل سياسات النظام الحالي التي قامت باعتقال العديد من السياسيين داخل انقره، وخاصه قتل بعض النواب داخل البرلمان. يظل هو المسيطر على الاغلبيه البرلمانيه ويرسم من خلالها رسائل تهديد الى نواب المعارضه بان مصيرهم السجن او توجيه تهم اليهم. ايضا يمكن الحديث هنا على الاجراءات الاستباقيه التي ما زال يسعى النظام التركي لي يعني طرحها في المجتمع من خلال سن بعض القوانين المتعلقه بالامور الانتخابيه ليضمن بقائه السلطة أو يضمن العودة مرة أخرى لأغلبية في البرلمان القادم إن تم هذا الأمر أو إن تمت انتخابات مبكرة. الآن يجرى الحديث ربما البعض يتحدث حول فكرة احتمال إجراء انتخابات مبكرة وحضور طرح دستور جديد في البلاد، إلا أن فكرة الطرح الآن يعني يستلزمها شرطين أساسيين هي موافقة 3/5 الأعضاء في البرلمان، وهي غير متوفرة الآن لأنه العدالة والتنمية الأغلبية. طيب أستاذ محمد، السؤال الآخر يعني أحب أوجهه لحضرتك والمتعلق بالاقتصاد والخبر اللي قرأناه منذ قليل وله علاقة بمسألة الدين الخارجي لتركيا، وكان مقسم إلى عدة قطاعات. يعني بالاقتصاد التركي أصلا في تراجع منذ فترة طويلة، لكن هل الآن في بدائل أمام أردوغان أو أمام تركيا لتعويض كل هذه الخسائر أو تعويض كل هذا هذه الأرقام المبالغ فيها في مسألة الدين الخارجي؟ كيف من الممكن أن تتصرف تركيا في هذه الأزمة خلال الفترة القادمة إذا أخذنا في الاعتبار توتر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي؟ هي الواقع تركيا في مثل هذه الأزمات لا تلجأ للاتحاد الأوروبي مباشرة، وإنما تستغل أوراق ضغط على الاتحاد الأوروبي لدفع بعض الأموال أو إسقاط الديون عليها، ولكن من المتوقع ان تلجا الى قطر مثلما لجات خلال الفتره الماضيه. شاهدنا اكثر من اتفاق بينها وبين قطر، وهناك اموال ضفت لتحسين الاقتصاد التركي او لانقاذه من الافلاس. شاهدنا اكثر من 15 مليار دولار ضفتهم قطر في الاقتصاد التركي. ايضا هناك الحديث الان حول فكره ان الرئيس التركي يسعى لفكره مبادله العمله مع بعض الدول التي يعني لديها علاقات
طيبه او يعني دائما ما تساند تركيا، وهو قد يخفف العبء عن وضع الاقتصاد التركي، ولكن في الواقع هذه القطاعات وهذه الديون ستظل هي العبء الاكثر على الاقتصاد التركي، خاصه ان سياسات اردوغان في المنطقه ربما هي السبب الرئيسي في هذا الدين، وهي التي يعني جعلت تركيا الان مديونه بهذه المبالغ الضخمه لدول الدول الكبرى، ايضا التدخل في الملف الليبي ودفع اموال مختلطه وغيرها من الاموال التي دائما ما يفعلها النظام التركي هي تهديد. نعم وصلت الفكره، اشكرك شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد ربيع الديهي الباحث في الشؤون التركيه. تقبع الحريات الشخصيه والعامه بتركيا وتقع في نفق مظلم بسبب انتهاكات أردوغان ونظامه بحق الأتراك الذين يعانون من تكميم الأفواه وتجديد القبضة الأمنية. يواصل نظام أردوغان تكميم أفواه منتقديه، ففي الوقت الذي وجد الكثير منهم أنفسهم في السجون عاش آخرون حياة مخيفة في ظل تهديدات بالقتل وغيرها تلقوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير منهم للهرب من تركيا. الناشط التركي في مجال حقوق الإنسان تونا بيكليفيتش كشف في حديث مع صحفي عن تلقيه تهديدات بالقتل من مجموعة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له أردوغان، إذ أكد أن التغريدات التي توعدته هو وأسرته لا تعود لإناث عادي وإنما لما وصفه بجيش أردوغان الإلكتروني، لأن جميعها ظهرت بشكل مفاجئ بعد ساعة فقط من نشر تغريدة انتقد فيها أردوغان. ويقول الناشط التركي أن تلك التهديدات أجبرته على مغادرة تركيا والعيش في المنفى في واشنطن، حيث يواصل حملته ضد أردوغان، مشيرا إلى أنه من المستحيل مواصلة هذه المقاومة من داخل تركيا لأن البلاد ليست حرة. في تلك الأثناء أغلق موقع تويتر 7300 حساب موال لأردوغان بسبب خرق القواعد، ومن بينها الحسابات التي أرسلت التهديدات للناشط. ووفقا لتويتر فإن جميع الحسابات التي أرسلت الرسائل تم تنسيقها من قبل جناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على الرغم من نفي مسؤول الحزب ذلك. كما أشار التحقيق الذي قاده تويتر إلى أن الحسابات التي أوقفها كانت تستخدم لتضخيم الروايات السياسية الموالية لحزب العدالة والتنمية، وأظهرت دعما قويا لأردوغان، ليتعهد أردوغان بعد وقت قصير من نشر تحقيق تويتر بتقديم مشروع قانون يحظر كل من تويتر وفيسبوك تماما أو على الأقل يضعهما تحت سيطرة الدولة. يأتي هذا فيما حذرت منظمات حقوقية من سعي الحكومة التركية لفرض رقابة على المعلومات التي لا تناسب الحكومة أو حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن أردوغان يحاول كبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي للحد من تداول الأخبار والتعليقات المنتقدة للحكومة. ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 يشدد أردوغان قبضته الأمنية على البلاد، إذ قام بحملة اعتقالات طالت آلاف الأتراك، فضلا عن طرد حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه لأكثر من عامين بحجة الانقلاب. والآن يتطلع أردوغان لتوسيع نفوذه بشكل أكبر من خلال السيطرة على عالم الإنترنت الذي يعتبره كثيرون آخر منصة متبقية لنشاطهم ومطالبتهم بالحرية والديمقراطية. أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله. قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إنه تم الاتفاق مع الصين على أن تصنع مصر لقاح فيروس كورونا فور التوصل له وإقراره.
وخلال استقبالها للسفير الصيني تم الاتفاق على أن تتولى شركة فاكسيرا تصنيع اللقاح الصيني لصالح مصر ودول القارة الإفريقية، كما أنه سيتم نقل التكنولوجيا المتعلقة بذلك وتوطينها في مصر. ومن جانبه أعرب السفير الصيني عن فخره بالتعاون والشراكة مع مصر للتغلب على هذا الفيروس، فيروس كورونا، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة لزيارتها إلى دولة الصين في بداية الأزمة في إطار دعم مصر لدولة الصين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أصيب أكثر من 14 مليون و380 ألفا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفقا لإحصاء لوكالة رويترز فإن 604,232 حالة توفوا جراء الفيروس، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات، ويليها البرازيل، وجاءت الهند في المركز الثالث. أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن الولايات المتحدة سجلت 63,872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، وقالت الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء العالمي بلغ أكثر من 3,762,000، فيما وصل الوفيات إلى 140,474 حالة بعد تسجيل 514 حالة جديدة. هذا وقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات تلفزيونية رفض فكرة فرض ارتداء الكمامات على المستوى الوطني. أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23,529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. ارتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البرازيل إلى 2,100,000 حالة، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79,488 حالة. وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 5,311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل إجمالي عدد حالة الإصابة في البلاد إلى 344,224 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى أكثر من 39,000 حالة. أعلنت السلطات اليابانية أنها بصدد دراسة تخفيف القيود المفروضة على حضور التجمعات والأحداث العامة والمفروضة بسبب فيروس كورونا، وقالت السلطات إن الحكومة ستتخذ قرارا بهذا الشأن بعد الاستماع إلى آراء الخبراء واللجان الحكومية المعنية بإدارة الأزمة، وتسعى الحكومة إلى تخفيف هذه القيود بحلول الأول من أغسطس المقبل. أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 17 حالة محلية، كانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، كما أشارت إلى أن عدد حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 83,682 حالة، وظل عدد حالات الوفاة عند 4,634 دون تغيير. سجلت كوريا الجنوبية أدنى معدل إصابات بعدوى محلية بفيروس كورونا بالإعلان عن 4 حالات جديدة، فيما تم رصد 26 إصابة جديدة وافدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 14,000 حالة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة خلال هذا الشهر يتراوح بين 30 إلى 70 إصابة بسبب زيادة الإصابات المحلية الوافدة. سجلت الهند 40,400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية في البلاد. أفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي الإصابات قارب 1,120,000 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى نحو 27,500 حالة. أعلنت الحكومة الفرنسية فرض عقوبات وغرامات مالية على الأشخاص الذين لا يلتزمون بوضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة، وذلك اعتبارا من اليوم،
وقالت وزارة الصحة إن القرار الجديد الذي يدخل حيز تنفيذ اليوم يشمل المتاجر الصغيرة والكبيرة وأسواق المنتجات والمصارف والمؤسسات الأخرى. وخرجت فرنسا وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا من إغلاق لأسابيع على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي شكل ضغطا هائلا على نظام المستشفيات. حذرت أستراليا من أن السيطرة على زيادة تفشي فيروس كورونا قد تستغرق أسابيع، وأتي ذلك في الوقت الذي سجلت السلطات في فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا 275 إصابة جديدة بالفيروس، نزولا من عدد قياسي يومي بلغ 438 يوم الجمعة الماضي. فرضت الحكومة المحلية عزلا عاما جزئيا لمدة 6 أسابيع في 9 يوليو على نحو 5 ملايين نسمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح، وأشارت في بيان إلى أن نتائج الاختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم، وأنه لم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية من المتطوعين في وقت الخروج من المستشفى، ولافتة إلى أنه من المخطط تسجيل اللقاح لدى الهيئات الحكومية. سجلت روسيا أقل من 6000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أقل حصيلة يومية في البلاد منذ 29 من إبريل، في حين انخفض معدل الوفاة الجديدة إلى 85 حالة في أدنى مؤشر منذ 4 مايو. وحسب ما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى اليوم تجاوز 777 ألف حالة، توفي منهم ما يزيد على 12 ألف. يستأنف اليوم قادة الاتحاد الأوروبي مفاوضاتهم حول خطة لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا. كان القادة 27 قد أمضوا الليلة الماضية في نقاشات على مستوى مجموعات أصغر وسط معارضة شديدة من بعض الدول على رأسها هولندا. وتتمحور المحادثات حول خطة إنعاش لما بعد كورونا بقيمة 750 مليار يورو يمولها قرض مشترك. دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العلم الاتحادي للولايات الجنوبية ورفض أن يوصف بأنه رمز مهين، وقال إن العلم هو مصدر فخر لكل من يحبون الجنوب الأمريكي. قال ترامب في مقابلة بثتها فوكس نيوز سانداي إنه يعتزم الموافقة على خطط للرعاية الصحية والهجرة وخطط أخرى في الأسابيع المقبلة، كما أشار إلى أن ما سيقوم به خلال هذه الفترة لن يقوم به أحد. لم يقدم ترامب تفاصيل بما سيتم تضمينه في خطته للرعاية الصحية بعدما سعت إدارته إلى إلغاء قانون أوباما كير الخاص بالضمان الصحي. قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب إن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت في يناير الماضي قد وصل إلى باريس. وأوضح الوزير الكندي على حسابه على موقع تويتر أن الصندوقين الأسودين سوف يرسلان إلى الوكالة الفرنسية لحوادث الطيران. يذكر أن طهران اعترفت بوجود خطأ بشري من جانبها أدى لإسقاط الطائرة ومقتل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا. أعلنت الشرطة الإيرانية عن توقيف منظمي الاحتجاجات التي اندلعت في الأسبوع الماضي في جنوب غرب البلاد. ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن قائد شرطة ولاية خوزستان حيدر عبازادة قوله إنه تم التعرف على جميع من نظموا تجمعا غير قانوني ومخالف للأعراف في مدينة بهبهان دون أن يحدد عددهم أو هويتهم. قالت صحف بريطانية إن لندن ستعلق معاهدتها مع هونغ كونغ لتسليم المجرمين في تصعيد آخر لنزاعها مع الصين بعد بدء الأخيرة تطبيق قانون أمني جديد في تلك المستعمرة البريطانية السابقة. وذكرت صحيفة تايمز وديلي تيليغراف نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم
في خطوة تضاعف التوتر بين البلدين بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027. تفقد زعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون موقع بناء مستشفى بيونغ يانغ العام نافيا الشائعات عن مرضه واعتزاله للعلاج. أمر كيم باستبدال بعض المسؤولين عن عمليات البناء ومتهما إياهم بالقصور وعدم المبالاة، وموجها بالانتهاء من الإنشاءات قبل 10 أكتوبر المقبل الذي يوافق الذكرى السنوية 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم. أعلنت خدمات الطوارئ في الصين إنقاذ أكثر من 1900 شخص علقوا بمنازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع أقليم هوبي الذي كان مركزا لتفشي فيروس كورونا. رفعت السلطات المحلية حالة الطوارئ من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لمواجهة الأزمة الناتجة عن الفيضانات. ومن جهتها ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن نحو 23.86 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الشديدة التي شهدتها 24 منطقة على مستوى المقاطعات في أنحاء الصين منذ بداية يوليو. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس البورصة محمد فريد خلال اجتماع بينهما تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة في ظل جائحة كورونا. كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وكذلك استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة التوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب لبحث عدد من ملفات الهيئة، وتم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال يونيو الماضي بأكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، واستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أنه تم قبول ترشح 762 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم. أشار لاشين إلى أن لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين انتهت من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة، وتم استبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم للشروط والأوراق المطلوبة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل إتمام العملية الانتخابية. في 20 من يوليو عام 1985 توفى الشيخ محمود علي البنا أحد أعلام التلاوة البارزين. القارئ الشهير ولد في محافظة المنوفية. المزيد عن الشيخ الراحل في العرض التالي. Thank you.
أعلنت وزارة الإسكان أن 8466 مواطنا سجلوا بياناتهم وأن 330 رفعوا أوراقهم إلكترونيا في اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة موزعة على 13 مدينة جديدة. وأشار وزير الإسكان عاصم الجزائر إلى أن ذلك يأتي بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل. ترأس وزير النقل كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات. ووجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بالاستغلال الأمثل للمعدات التي تم تدعيمها بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الجاري والتي تستهدف تحقيق إنتاج بنحو 1 مليار جنيه. أكد وزير المالية محمد معيط صرف 6 مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الماضي لسداد المستحقات المتأخرة ل 1667 شركة مصدرة. أضاف معيط أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدما ملموسا في هذا الشأن بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية والتجارة. كما أشار إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الجاري. ارتفعت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة عند مستوى 2,195,000,000 دولار خلال العام الماضي، وتمثل نحو 7% من صادرات مصر للعالم بنسبة زيادة قدرها 27.5%. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات من الملابس الجاهزة احتلت المرتبة الأولى بنسبة 43% لتبلغ نحو 945,000,000 دولار بزيادة قدرها 18%. أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر كأول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن محفز سد الفجوة يعد منصة تعاون وطنية تضم القطاع الحكومي والخاص بهدف اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وصياغة مشهد القوى العاملة، بالإضافة إلى دفع التكافؤ بين الجنسين وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي. وقع وزيرا التعليم العالي والاتصالات بروتوكول تعاون لتنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعة الذكية
وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليم العالي. وكشف وزير التعليم العالي أن البروتوكول بلغ مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية 4,722,000,000 جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعاً، مؤكداً أنه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي. ومن جانبه أوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية تبلغ مدة العمل بالبروتوكول 5 سنوات. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم عن انخفاض أسهم شركات قطاع النفط والغاز بنحو 1.2%، وسط متابعة المفاوضات الراهنة المتعلقة بحزمة الإنقاذ داخل الاتحاد الأوروبي. انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.4%، كما تراجع عند 5039 نقطة، وهبط فوتسي البريطاني بنسبة 0.5%، فيما انخفض داكس الألماني بقيمة 0.5%. تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم، وانخفض خام برنت بنحو 0.8% ليصل إلى 42 دولارا و78 سنتا للبرميل، كما هبط نايمكس الأمريكي بنسبة 0.7% عند مستوى 40 دولارا و26 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ يراقب المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا وتداعيات ذلك على أداء الاقتصاد العالمي. صعدت العقود الآجلة للذهب عند 1811 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1810 دولارات للأوقية. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن فخره واعتزازه بنجاح عملية إطلاق مصبار الأمل الإماراتي. وفي كلمة له اعتبر أبو الغيط أن مصبار الأمل يمثل رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارككم اليوم نجاح عملية إطلاق مصبار الأمل. هذه المناسبة الفريدة والمحطة الفارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات، إحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم والمجالات. إن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة مصبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه، والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ. إن هذا الإنجاز يعد مساهمة إماراتية وعربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، ويرسل رسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل، ويعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد. والحق فإن هذا الإنجاز أيضاً هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته.
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن انطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازاً وطنياً وعربياً ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء. قال الرئيس الإماراتي إن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في قطاع الصناعات الفضائية وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء. من اليابان انطلقت أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ بنجاح بعد إطلاق صاروخ مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء، بعدما كانت الأحوال الجوية قد تسببت في تأخير إطلاقه مرات عدة. وعقب دقائق قليلة من انطلاقه، أعلن مركز محمد بن راشد لبحوث الفضاء تلقيه أول إشارة من المسبار ليبدأ بذلك رحلة تستغرق 7 أشهر يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ، والتي تقدر بحوالي 493 مليون كيلومتر. ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة 2 يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة. ويتلخص هدف هذه المهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله، وسيتم توفير البيانات التي سيجمعها مسبار الأمل للمراكز العلمية والبحثية في العالم لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأكسجين منها، ودراسة التغيرات المناخية وعلاقتها بتآكل سطح المريخ الذي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه. أما أبرز الأهداف الوطنية والاستراتيجية لمسبار الأمل فتتلخص في وصول المسبار إلى المريخ تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا في الدولة ورفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال علوم الفضاء وزيادة إسهام الإمارات في الجهود العلمية الدولية. فازت تشيلسي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي. يتأهل الفريق اللندني لمواجهة جاره أرسنال في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي. ملعب ويمبلي على موعد مع مواجهة مثيرة بين أرسنال وتشيلسي في ديربي لندني جديد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الأول من أغسطس. أرسنال تأهل لنهائي كأس الاتحاد بفوزه على فريق مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. سجل هدفي اللقاء الجابوني أميريك أوباميانغ في الدقيقتين 79 و71 من عمر اللقاء. وعلى الجانب الآخر تأهل تشيلسي إلى النهائي بتغلبه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل ثلاثية تشيلسي أوليفي جيرو وميسون مونت وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه، بينما أحرز برونو فرنانديز الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء. الفريق اللندني رد بهذا الفوز اعتباره وكسر عقدة مانشستر يونايتد الذي هزمه في 3 مناسبات هذا الموسم خلال مباراتي الدوري وأطاح به من دور 16 لكأس الرابطة. فريق المدرب أرتيتا يبتعد الآن بانتصار واحد عن تحقيق لقبه 14 في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين يبحث فريق تشيلسي عن اللقب 9 للبطولة الرسمية 2 لأندية كرة القدم الإنجليزية والأقدم في تاريخ كرة القدم. وصلنا معكم لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي يؤكد استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة. ارتفاع دين تركيا الخارجي في أقل من عام يصل إلى 169.5 مليار دولار. اليابان تدرس تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا على التجمعات والأحداث العامة. نهاية هذه النشرة، وفي الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11.85 رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.